السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في قناتكم التعليمية كود بورتال. إن شاء الله نكمل دروس بايثون مع بعض، وفي الدرس ده هنتعلم على مكتبة جديدة اسمها OS. دي وظيفتها إن أنا أتعامل مع ملفات النظام بتاعي وملفات نظام التشغيل، فبروح أنده عليها بقول له import OS. تمام كده، انا استدعيت المكتبة، واروح مثلا اعرف فانكشن اسميها فايل ويندوز يعني، وبلاش اديلها بارامترز خلاص، واروح اقول له هات لي من مكتبة الاو اس ده في عندي حاجة اسمها ليست داير، اللي هي وظيفتها ان هي بتعرض لي ليست داير، بتعرض لي لسته باسماء الملفات او الباس اللي انا هديهوله دلوقتي. طيب تعالوا نروح ندور في جهاز الكمبيوتر بتاعي، على وليكن مثلا هجيب ملفات الديسكتوب بتاعتي. تمام، فين الديسكتوب؟ اهو، ناخد الباس ده كله كده كوبي ماشي، ونروح حاطينه هنا بيست. بس في مشكله هنا، ان البايثون ما بيتعرفش على نظام الباس او الفايل سيستم بتاع الويندوز، فعشان اقول له خد الباس ده زي ما هو بروح اكتب كده قبل المسار حرف الار ماشي. ممكن نساوي الكلام ده بفاريبل، اقول له اكس ايكوال المسار دوت، وبعد كده هروح اقول له برنت اكس، اطبع لي الاكس، نعمل سيف كده ونيجي ننده على الفانكشن بتاعتنا. طبعا ملهاش ريتيرن، فاقول له فايل وين، عنده مجرد عنده على الفانكشن، تعال رن. ايه اللي حصل؟ ظهر له جميع الملفات الموجوده عندي فعلا، اهو ملف اسمه 1، ملف 1 دوت باي ديسكتوب كذا، فولدر سيتنج كذا كذا، كل دي ملفات موجوده عندي على الديسكتوب. خلاص كده يا شباب. يبقى او اس دي وظيفتها ان انا اقدر اتعامل بيها مع ملفات الويندوز من خلال البايثون، بروجرام البايثون، وهنكمل الكلام دوت وهنستخدمه في بروجرام بعد كده ان شاء الله، ونكمل مع بعض ان شاء الله في الدروس القادمة. والسلام عليكم ورحمة الله.